بص واسأل نفسك السؤال اللي سأله نزار قباني، أي أمة عربية، أية أمة عربية تلك التي لما اغتالت، تلك التي تغتال أصوات البلابل؟ أين السموأل والمهلهل والغطاريف الأوائل؟ فقبائل أكلت قبائل، وثعالب قتلت ثعالب، وعناكب قتلت عناكب، قسما بعينيك اللتين إليهما تأوي ملايين الكواكب، سأقول يا قمري عن العرب العجائب. فهل البطولة كذبة عربية أم مثلنا التاريخ كاذب؟ بلقيس، لا تتغيبي عني فإن الشمس بعدك لا تضيء على السواحل. سأقول في التحقيق أن اللص أصبح يرتدي ثوب المقاتل، وأقول في التحقيق أن القائد الموهوب أصبح كالمقاول، وأقول أن حكاية الإشعاع أسخف نكتة قيلت، فنحن قبيلة بين القبائل. هذا هو التاريخ يا بلقيس. كيف يفرق الإنسان ما بين الحدائق والمذابل؟ بلقيس، يا قمري الذي طمروه بين الحجارة، الآن ترتفع الستارة، الآن ترتفع الستارة. سأقول في التحقيق أني أعرف الأسماء والأشياء والسجناء والشهداء والفقراء والمستضعفين، وأقول أني أعرف السياف قاتل زوجتي ووجوه كل المغبرين، وأقول أن عفافنا عهر وتقوانا قذارة، وأقول أن نضالنا كذب وأن لا فرق ما بين السياسة والدعارة. سأقول في التحقيق أني قد عرفت القاتلين، وأقول أن زماننا العربي مختص بذبح الياسمين وبقتل كل الأنبياء وقتل كل المرسلين، حتى العيون الخضر يأكلها العرب، حتى الضفائر والخواتم والأساور والمرايا واللعب، حتى النجوم تخاف من وطني ولا أدري السبب، حتى الطيور تفر من وطني ولا أدري السبب، حتى الكواكب والمراكب والسحب، حتى الدفاتر والكتب وجميع أشياء الجمال، جميعها ضد العرب.